برونو سيزار فيكتور كرة الوتو يا سلام يا سلام للأهلي فرصة لأول الأهداف برونو سيزار مرور تقدم تجاوز لكن قرار الحكم إلى ركلة جزاء أهلاوية إن صدقت الأخبار وإن صدقت الصافرة الماضية فبرونو سيزار يتسبب في هي ركلة جزاء هي ركلة جزاء لمصلحة الفريق الأهلاوي بعد تدخل من أحمد الكسار في محاولة المرور برونو سيزار يجيد في لحظة الارتداد فيها كلام يا كسار ركلة جزاء أهلاوية ركلة جزاء أهلاوية في لحظة الحديث عن ركلات الترجيح نحن مع الدقيقة الثامنة فيكتور سموس على مصلحة التنفيذ لركلة جزاء أهلاوية الكسار أمام التحدي من جديد لكن هذه المرة فيكتور سموس في لحظة التسجيل مع الدقيقة الثامنة قد تعلن الأفراح سموس الله الأهلي بيها من بدري بالتحدي ما يختلف هكذا يبدأ الأهلي التحدي هكذا يبدأ أبناء القلعة الفوز والبحث عن الفوز بهدف مبكر في مرمى أحمد الكسار فنون أبناء البرازيل حضرت هناك من تسبب وهناك من صنع ما بين برونو وما بين فيكتور سموس قلعة الأهلي ترتفض غضبا منذ البداية عشق للأهلي يحضر في هذا المساء لأن فيكتور سموس يضع كرة خرافية خذ بالك وخذ راحة وله موسمين مع فريق الرائد الكرة تنقل عبد العزيز الجبرين الكعبي من الناحية اليمنى نقل الكرة على الناحية اليمنى سريعة هجومية جول جول الرائد في الوصول الأول في لحظة الحديث أن الرائد يملك من التحدي ما يملك هكذا لأبناء الصمود لهم أن يسجلوا الهدف الأول بكرة خادعت حارس المرمى الهفوات واردة الأخطاء واردة مهما كانت مراني يخادع معيوف خطأ في مرمى خطأ في مرمى المعيوف والرائد يعود إلى البداية واحد اثنين ثلاثة يمرر فيها راية فيها بصيد ما فيها شيء ما فيها شيء لمصلحة الرائد جول ثاني فرصة ثانية جول فيها فرحة فيها فرحة فيها فرحة والرائد يسجل هدف ثاني والرائد يسجل هدفا ثانيا بعدما كان يحمل التأخر في الشوط الأول جول ثاني للرائد ومن يسجل الفرح ومن يأتي للفرح هو دائما فيصل درويش صديق الأمس في كرة ماضية حضرت مع احتجاجات الأهلي لكن نقل الكرة المثالي والممتاز إلى فيصل درويش تجاوزت خط المرمى الأهلي يعود إلى خسارة لم تكن في الحسبان ولم تكن